السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي، نقدم لكم ال انت بتعمل ايه؟ بس انت بتعمل ايه؟ احنا بدأنا تصوير. بعد في الفلوس دول ارباحكم اليوتيوب صح؟ ايوه فلوس اليوتيوب نزلت؟ ايوه يا اسطى. بص طب بقولك انا مش عايز اصور، اروح بس اجيب فلوسي واجي. لا 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 وحياة امك يا رب تحج يا رب خليك زي ما انت وبس رجلك. بص يا باشا يا رب تحج. اسمعني بس اسمعني، في الحلقة الفاتت يعني في الحلقة الفاتت اللي كانت في قناتك انا خسرت على فكرة بجد. فانا جاي النهاردة علشان فانا جاي النهاردة علشان اعمل رد اعتبار. جاي ينفوخك جاي يقطعك جاي ياخد حقي منك للأسف. انت بقولك مش عارف. قرب كده على الكاميرا، قرب بجد، قرب كمان. لا عارف. لا والله قرب. لا والله قرب. شنبك بجد عامل يعني انا قلت لك قبل كده بس ما كنتش متاكد، انما دلوقتي اتاكدت. شنبك عامل زي ده الديسك سموه ايه ده بتاع الموتوسيكل، دركسيون. ايوه هو ده بتاع الموتوسيكل. هاشتاج دي شرط باتمان. ده انسطع في المدينه. بقول لك ايه انا عايزها عركه النهارده لن يسقط تامر. اذا كان على السقوط فتسقط الى إيه كل إيه من تمنى وقوعي. الله لا يوفقك وقعد. يلا شباب عشان اللي هيحصل دلوقتي مع وار بيست مش هتشوفوه تاني، يعني وار بيست خلاص اختفى. انزلوا تحت اشتركوا في القناة، دلوا علينا باللايكات، ولو عايز تخش معانا وتلعب معانا وتهشتك بشك معانا في تحت حاجة اسمها رابط الديسكورد. لا بعد اذنك انا متبشك بشك مع حد. اوكي في حاجة تحت اسمها رابط الديسكورد، هتدوس عليه كده هيقول لك اتودى الدخول واللعب مع تامر، هيقول لك هتقول له انت طبعا نعم، هتقول له انت لو سمحت دخلها يعني ما فيش حاجة، انت بس تدوس على اللينك ده وهو هيدخلك على طول. يلا يا وجد تامر قريب منك ب3 كيلو، اتصل الان اتصل الان قبل نفاذ الكمية وهتكسب معانا مولونكس هدية. بص يا باشا يلا بي هنلعب اول. ايوه ايه بقى انت فاكر نفسك بحرب كرافت ولا ايه الدبابات دول والحاجات معلش انا بتعامل على اساس اني عركة فما تحاسبنيش. طب يعني ماشي انت اخترت دول بس انت انا شايفك حاطط ايه ده ايه خلونا ناخد فرصتنا. فرصتي يابا ده انت حاطط ناس دبيحة بجد دبيحة. طب استنى بص انت اخترت لي دول انا اجيب لك واحد من ده واحد أيوة. من ده واحد من ده واحد أيوة. من ده حلو كده مش هزود حلو. ولا اقول لك هشيلهم. انا عن نفسي انا جاهز بالقوات بجيش. ماشي بجيش انت حاطط ماشي رجالة. ماشي احنا لازم نتصدى لهم من بعيد مصو دبابات وحركات وشقلبظات وناس ماسكه بنادق وعندنا الاستاذ بتنجانة. ايه ده انت ماسك ايه يا بص بعد كده حط لك الديث برجر ده. ايه ده بتاع بيبيع برجر ده؟ ده منظره قسم بالله زباله من قدام زباله. ديث برجر برجر. ماشي بعد كده هنحط لك الاخ ده ايام بيج ماك ده اسمه مومي. ده اسمه سعود. ده سعود يا اخوي يا اخوي حيا الله اياك الله يا اخي سعود. هنحط لك كده ثلاثه فنعنع وعايزين واحد بسمسم زي مثلا الراجل الحلو ده بسمسم بس لازم يكون هنا عشان ما يتقتلش. كبير عليا كده يا اسطى حرام عليك. بالعكس والله بالعكس انا مدلع عليك كده. بالله ثانيه بس فاضل اخر جندي هتولع يا منيب. لا هو والله اخر واحد خلاص اهو. بص بسم الله الرحمن الرحيم نبدا العركه. يلا رجاله يلا رجاله الله والله الدبابه سريعه. الحرب لا اول دبابه ماتت. الدبابه بتحب في مين؟ الحمد لله. ايه اللي بيحصل محدش عارف. تراجعوا يا رجاله تراجعوا
تراجعوا يا رجاله. انا على فكره رجالة. مش شايف حاجه بس ان شاء الله انا هفوز. والله ما حد شايف اي حاجه بس بجد اديله خلي اعترف انها كانت ساعه حرب بجد. اعترف اديله ها شفت في ضحايا كتير وقعت مني ماشي. ده انت كل حاجه كل حاجه وقعت منك ما فضلش حاجه عندك. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا باشا بص هنخش على المعركه الثانيه وهتبقى في المدينه الجليديه. بص بما اننا احنا في المدينه الثلجيه دي هنختار كلهم في ثلج تمام. ايه ده ايش معنى يعني؟ كلهم بتلجوا بسمسم ماشي؟ ماشي طب وافق. يا وافقت يلا. يلا عم. كلهم تلج وسمسم. جيب لك تلجية منين؟ في كتير بتاع تلج اهو مثلا. مثلا. تمام؟ ده جاي في خناقة ده يا اسطى. ده مش جاي يلعب. ده جاي يتعارك. وفي سكيلتون تلجاوي كمان. ده حلو ده. هذا هو ذوقي. لا هاي معلش استنى بس استنى انت شفت حاجة؟ هلو لا 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 كده ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسي عليك. دول مش تلج ولا غشاش. جيبوا كلهم والله تلج. منين جايبهم؟ والله دول مش بيضربوا تلج. والله بيضربوا تلج. طب هتشوف ماشي؟ نشوف ماشي. يلا يا مان انا جاهز. انا جاي لك. استنى انا عايز بتاع سهم الحب. ايه ده انت؟ احنا اتفقنا تلج. ما هو بيضرب تلج. لا 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 ما بيضربش تلج يا اخويا بيضرب حب. بص ده غش. ده غش بص حتى ماتوا عشان تعرف ان ربنا مش مبارك لك. انا جنودي بتضرب تلج وجنودي شغالين حلاوه. ولا انت بتخم. انا برضو اللي بخم. انا برضو انا بس كده بجنود الحر. يلا يا رجاله افترسوهم. ايه ده يا عم في بتاع ورا؟ انت بتهزر انت خمام. لا 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 بحيط ابو كلها. يلا اتكسر كده. في واحد تاني هناك. هاتوه يا رجاله. لا هاتوه يا رجاله. ده مصير الغشاشين. الغشاشين ده مصيرهم عشان تعرف نهايتك تبقى كده يا غشاش. طيب عايزها تاني تلج ولا نروح على المكان الحلو اللي بسمسم؟ انا عايز حر. عايزها تولع نار. عايزها حر تولع نار. انا عارف انت عايز ايه. حر تولع نار. نرفع الفلوس بقى. اديلي بال 30 جندي. اديلي بالفلوس كتير قوي 50,000. يلا باشا اهو كسبت. اديله. بص انا نويت ان انا اعمل معاك تكتيك مختلف شويتين. التكتيك ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا بص انا لاول مره هخطط برضو. ماشي بلاش خط. بلاش بلاش اللي انت حطيته ده. بلاش هطلع الكلب يا نهار اسود. ايه احنا يعني هلعب بتكتيك المره دي بس والله. ايش ده كان اذا كان على التكتيك فانا اجيب لك برضه تك. اشمعنى انت؟ ايه ده؟ ليه؟ اشمعنى انت للتكتك يا ليه؟ ليه ليه ده ظلم انت اللي حطه فوق ليه؟ التكتكه دي بتاعتنا من الاساس واحنا اللي اخترعناها. ماشي يا سيدي يعني انت عايزها كده فوق. انا عايزها ملعكه. ماشي وانا هلعبك باسلوب انت لعبتيه بيه قبل كده. يا نهار اسود ايه اللي انت عطفه ده؟ ما هو واحد ضد واحد بقى. واحد ضد واحد ايه ده؟ واحد ضد مليون. ايه ده ماسك قلم رصاص ده ولا ايه؟ ده معاه قلم رصاص بجد. يا نهار اسود يا جدعان. حلو اسمع الراجل ده بطيء. حط ده هنا. معيش فلوس تكفي. ايه ممكن اعمل له حاجه حلوه وبسمسم. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بس ده اللي اقدر انا اعمله. ما اقدرش اعمل اي حاجه تانية. مفيش اي حاجه اقدر ان انا اعملها. ايه ده الفيل بتاعي فين؟
يسمع الفيل اهو. تخيل اقول لك اقول لك ليه ما تيجي نعملها عركه عارك. خد ده يلا تمام. ايوه قلت لك هنا دول مين دول؟ اه انت ليه حد بص انت بتقلد انت بتقلد ده ده الفلوس فين؟ الفلوس ايه؟ سلام يا رجاله بتصرف انت بتصرف دول ب 33000 ليه؟ أيوة. ما عندكش أيوة. فلوس؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قلة إيه الادب والسفاله دي اللي انت حاطها فوق دي؟ لا 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 عيب والله. انت عارف والله الخوف الخوف انهم يوقعوا من فوق وساعتها خلاص يقع على دماغهم كده ينلبوا تش على الميه. والله ساعتها انا خلاص بفقد الامل. بص انا هجيب دي هنا ودي هنا بس كده خلاص انا جاهز. استارت يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. وبدات العركه وبدات الخناقه. اديله اديله ايه ده هو يا عيني في جندي وقع من فوق من فوق العماره. هزق يا عيني. هو انا الازرق ولا انت الازرق؟ مش عارف انا نسيت انا كنت ايه الازرق ولا الاحمر. والله انا الاحمر انا الاحمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ناس فوق مش عارف. انا الاحمر. نشينا على الناس اللي فوق. نشينا على الناس اللي فوق. ولا اضرب اضرب يلا اضرب اضرب. اوه يا عم الناس اللي فوق دول مش طبيعيين مش عايزين يموتوا. يا احول انت بتضرب على مين يا احول؟ بقول لك ايه انت تعالى تعالى انا عارفك انت هتقوم بالواجب واكتر. تعالى والله تعالى انا عارف انا عارف انك انت مش هتاثر معاهم. انزل لي هنا وانزل لي هنا. هو فين في حد هنا؟ يا هو ده الناس. اضرب بحيط ابوه اديله 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 اديله. اه طيرني يا اسطى. لا يا رجاله ايوه لا ضربوه سهم بس يا عيني. هيضرب مين اصلا مفيش حد غيرك ولا يحول يحول. ادوني انا. ايه ده ساحرات رجعوا. اجري يا ساحره يا بنت العبيطه. اديله بالله عليك كده. الحمد لله الحمد لله لما تكون مصلي الفجر الحمد لله. والله حرام. انا كنت متاكد من قول ودي الحمد لله انهم ركزوا. والله حرام انت كان فاضل لك كده كده بوكس بس كان فاضل لك. انزل الحمد لله. يلا باش خش عليا بالعلقه. عايز خناقه ثانيه ولا نفس المكان؟ يا خلينا في نفس المكان يا باشا. خلينا في نفس المكان. انا هلعب معك كاراتيه. اذا كان انت بتاع كاراتيه فاحنا بتوع دبابيه وقله ادب وسفاهه. يلا باش انت بتقل ادبك تقل ادب على فكره ما اسمعلكش. طب اهو 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 استنى بس. ايه دول ايه دول ايه كل ده؟ ايه ده دول الفراعنه دول ولا مين؟ انا صرفت كل جنيه عندي علشان احط عليك. تحط عليا؟ ليتس جيم بيجن ليتس جيم بيجن ماي فريند. يو ويل توداي يو لوز يو نو واي ليتس لوز. اه في واحد اديله اديله اديله. ان انا خسرت انا خسرت انا خسرت خلاص خلصت ما خلصت. كان نفسي يبقى في بعضا. ايه ده اللي بيدور اكل ورا دول هاتوهم. لا هاتوهم يا عب. اديله اديله اخبط اخبط اخبط. يلا الحمد لله الحمد لله يا جن امي ده كان موتونا كان موتونا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حرام والله حرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت بتبقى على تفه وتكسب على تفه. والله حرام. اه والله حرام. طب بص اجي لك بالرجال. ايه ده اجي لك بالعيال اللي جايه سايقه عجلات دي. اجرب معاك دول ماشي وهجيب لك كمان دول. بص انا هترول عليك. بص والله انا بختار جنود ضعيفه على فكره والله ضعيفه. وهجيب لك عارف هجيب لك مين كمان؟ مين يا باشا؟ بس المره دي انا اللي هفوز. خلصانة؟ طب ليه 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 وجع القلب ليه ليه ليه؟ ما انا مختار والله ضعاف اللي انا مختارهم يا سيدي. ماشي بكام تكلفتهم؟ الواحد منهم استنى والله هقول لك واحد ب 350. ايه ده انت غلبان خالص. اه والله واحد ب 800 اقسم بالله. اه
اهو هجيب لك بنتنات اهو يلا عم خناقه خناقه واحط لك الراجل عم. المسكين ده انت عارف انت عارف الصف اللي في الاخر يا نهار اسود باظت الخطه باظت باظت الخطه لا لا جنود دول رخمين جدا نهار يعني. ابيض ايه ده ايه ده الضرب جا... ايه ده ثانية ثانية انا عشان بس ايه لا 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 ايه اللي بيحصل يا تشد يا تشد يلا بالله عليك خلصوا عليه بالله عليكم الحمد لله الحمد لله بص 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 انت حظك ان هو كان قاعد انما هو لو كان قام يدبح بقول لك يا تامر ايه يا مستر ما تيجي كده انا اتحارب زي زمان فاكر زمان كانوا بيحاربوا ازاي بالسيوف وبالرمح بالحاجات دي ما تيجي نتخانق كده يا راجل ممنوع ميدفل. ممنوع لا لا مش ميدفل بس عشان في ناس بتوع ارمح وبتوع حاجات برضو في الاول اربع صفوف طيب او اول يعني خمسه كمان نجيب بس اللي بسيفه كده صح مفيش حاجات بتطير مفيش حاجات بتضرب من بعيد وعد مفيش حاجات ايه كده وعد اي بروميس ذس از ا بروميس بس والله من غير غش اوكي من غير غش وانت برضو من غير غش ماشي من غير غش يعني سيف واسهم بس سيف واسهم ماشي ماشي ايه ولا اسهم حتى يا ابني ابتدى اللي هو سيف ولورد ايه يا حلوه صح ماشي محدش فاهمها بس هلا ماشي يلا بص بقى ايه رمح يعني من غير اسهم ماشي ماشي نجيب كلوز تيست ده اهوت كده اهوت ماشي ونجيب ده سعره 200 اللي انا بحطه ده ده ليه شكله عبيط كده نايت 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 كل احلى حاجه فيه ان كل واحد فيهم شايل درع باي حد برمح هيقدر ان هم يصدوا قصاده فير سور ثرور كده اهوت ماشي نحط ده هنا ونحط ده هنا ثانيه 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 اهو ده وكده بسيف وكده بسمسم خلاص كده دول كفايه كفايه يا باشا اذا كان على السمسم ايه ده هو انت شايف اصلا انا حاطط قد ايه يا اسطى يا اسطى انا جاي لك بعركه طيب ماشي ما انا لسه ما خلصتش انا لسه ماشي ونحط بس, بس والله كله سيف عشان ملك شجاع من الشمال بتاعنا عشان شجاع يا غدار واقف قدام قدام دخلت لي بالكينج وده ملك شجاع كمان اهو ماشي نهار اسود على فكره المباراه دي بجد هتبقى سيف صعبه سيف. ماشي يعني من اخر المهاره في القتال جاهزه بيه ايه ده جاهز ايه انت اصلا انت خلصت انا خلاص انزل لك بكده انا انت بتغش يا لا صح لا والله والله اقسم بالله اللي هنا بس قدامك اصل دول 2 4 6 9 16 11 12 13 16 جندي بس والله انت مش عايز تنزل اكتر من كده لا خلاص انا كده جاهز وانا واثق في الرجاله دي تعالى انت مش مظبوط يا ليه يا عم يلا ابدا ابدا ليه يا عم انت فاكر ان انا يعني انت هم انت فاكر الجنود دي مش هتجيبك نشوف انا مش عارف بس انا اديله اديله ايه ده بيضربهم بعيد بيطيروا اديله بسيف والله ما غشيت اهو سيف ولا مش سيف ده سيف ولا مش سيف اهو سيف ولا مش سيف ايه انت رايح فين بص في مثلا عندنا مصري هنا بيقول لك ايه اللي يعرف بيت ابويا يروح يقول له ماشي اللي يعرف بيت ابويا بقى اللي يلحقني من جنودك يتصرف معايا بص 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 عليه بص عليه هيصد الضربه ازاي بص عليه يا دين انت بتغش انت بتخوف انت بتعدي في اخر ثانيه ليه يا عم انت مش قلت سيف لا مش عارف سيف انت رايح فين طيب يا عم انت بتقلي في حاجه العون يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان انت بعمل معايا ايه ده هتدفع لي احرقه ده ولا اعمل معايا ايه اعمل معايا ايه اوه يا عيني يا وار خلاص يا رجاله خلاص يا رجاله مش لاعب يا رجاله مش لاعب يا هما لاعب مش لاعب ايه يا عم ايه يا عم خلاص خلصينا باشا خلصين باشا يا جدعان لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت روقوا عليه بايه بايه
لايك وايه كمان وسبسكرايب وترن اون نوتيفيكيشن وليف داون بلو ا كومنت. ايوه اهم حاجه ترن اون نوتيفيكيشن. باي باي.